بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضرتك. مباراه النهارده انا طول عليها كده ان هي واحده من اجمل وامتع مباريات في اليورو لحد دلوقتي من يوم ما بدا، وكمان مباراه من نوعيه استفزهم كعب كريستيانو رونالدو فقرروا ان يعاقبوه ويهزموه بالرباعيه دي. منتخب المانيا قدر ان هو يرجع في النتيجه قدام منتخب البرتغال. منتخب البرتغال اللي بعد تسجيل الهدف الاول بقدام كريستيانو رونالدو اللي جوت اعتاره وجون فاضي، كريستيانو خدت الجلاله وقرر ان هو يعمل كعب ولقطه استعراضيه في الدقيقه 30. وقتها منتخب المانيا قرر ان هو يكشر على انيابه، بقى هنعمل ربع ساعة ولا أجمل ولا أروع ولا أمتع من كده. ربع ساعة أنتوا اللي هتسجلوا في نفسكم، لما مؤاخذة يعني عندكم أحسن مدافع في البريمير ليج هيجيب جون في نفسه، لأنه هيكون مضطر يعمل كده وإلا كاي هافرتس كان هيسجلها. هلاقي رفائيل جانيرو بيجيب الهدف الثاني في نفسه، وإلا غير كده كنت هتلاقي إن سيرجي جنابري هو اللي سجلها. بنضربكم بقى أولادكم، نجمة اللي بتعمل لنا كعبة في نص الملعب، أميل جير الأجوان بتاعتنا، الاثنين مساكين المساك والباك بتاعك، خلصنا كده بالشكه. لا طب هي قصه فنان ايه؟ القصه فنان ان احنا قلنا ان اللي حكز مباراه المانيا الماتش اللي فات هو نص الملعب. نص الملعب اللي ناحيه منتخب فرنسا كان فيه بوبا وكان فيه كمان رابيو وكان موجود معاهم النحله انجولو كونتي. انما النهارده انت كنت بتلعب قصاد دانييلو بيريرا لاعب باريس سان جيرمان وكالفاريو وكمان برونو فرنانديز اللي في الماتشات الكبيره. فعلا يا جماعه برونو في الماتشات الكبيره ما بيبقى ظاهر، فعلا برونو في الماتشات الكبيره باركو بيبقى خافت شويه. برناردو وجوتا التحولات بتاعتهم مع بجانب خبره كريستيانو رونالدو كانت هم اخطر حاجه في منتخب البرتغال الشوط الاول. حتى لو دورت على الهدف الاول هتلاقي ان القصه كلها جايه من انطلاقه جوتا ورا جوسنان اللي بيعمل وجبات هجوميه اكتر من الوجبات الدفاعيه. جوتا قادر ان هو يستلمها ويبصها لكريستيانو وجون فاضي، كريستيانو جابها. وبعدها منتخب المانيا قرر ان هو كده كده نص الملعب بتاعنا، عندنا ايكاي وعندنا كروس اتقل بكتير جدا من نص ملعب البرتغال وماسكين الكوره، وده اللي بيتيح لنا ان احنا بنهاجم. منتخب البرتغال ما بيحبش يهاجم وبيحب يلعب مرتدات، بس منتخب البرتغال عنده مشكله كبيره جدا وهي البطء والمساحه الكبيره ما بين بيبي وما بين روبن دياز، وكمان التغطيه العكسيه والغلطات اللي بيعملها رفائيل جاريرو. ده غير اساس ان سيميدو مدافع على قده في الحاله الدفاعيه، غير ان هو كلاعب باك هجومي جيد، انما كلاعب باك في الحاله الدفاعيه ضايع تماما. فطبيعي جدا انك تلاقي ان المنتخب الالماني قرر ان هو يهاجم بكيميتش وقرر كمان ان هو يهاجم بجوسنا، وعرضيات وكور من العمق، وتلاقي ان جنابري داخل كمهاجم وكاي هافرتس بيبدل هو وجنابري، وتوماس مولر بخبراته بالقلب والروح والمعنويات، هوبا المنتخب البرتغالي اتغفل في جونين ودخلوا الشوط الثاني. الالمان قالت لهم لا ده لسه الحفله شغاله، احنا هنسيبكم النهارده عشان تعرف تقف في نص الملعب وتعمل لي كعب انت عم الدون. تعال الشوط بدا على طول، جوسنان جاب الثالث، بعد كده على طول كاي هافرتس جاب الرابع، بعدها يوكيم لافكر ان هو يتدخل بقى. لا بص يا جماعه، مين احسن واحد عندنا في الفرقه؟ جوسنان. انا هقرر ان انا اطلعه. اللي هو ليه يا اسطى؟ ليه؟ طب بالراحه كده على الهداوه، ليه هتطلع جوسنان؟ انا خلاص بقى، احنا جبنا الهدف الرابع واثبتنا الكوكب كله ان المنتخب الالماني قادر ان هو يرجع في النتيجه. فتدور على التغييرات، هو الراجل غير روبن جوسنان وغير كاي جندوجان وكاي هافرتس ومات هومز للاصابه. طبيعي ان هو هينزل مكان مات هومز، هينزل مكان عمر تشان، ونزل مارسيال هاستبرج مكان روبن جوسنان، ونزل نيكولاس سولي وبورتيسكا. القصه كلها قصه ان هو يا جماعه احنا جبنا الاربعه اهم، نرجع بقى ندافع ونسيب الكوره للمنتخب البرتغالي يهاجم بقى مضطر، ونتفرج على هذا البرونو اللي بيقولوا عليه احسن صانع العاب في الدوري الانجليزي بعد كيفن دي بروين هيعملوا ايه؟ لا، منتخب البرتغال قدر ان هو يسجل الهدف الثاني عن طريق ان كريستيانو رونالدو بعد ما اكتشف ان هو سبب كل المعركه دي، الراجل لحق الكره قبل ما تطلع اوت، حطها لجوتا، خد جبل دي اللي انت عطاها له الشوط الاول. جوتا بيسجل الهدف الثاني، تغييرات كتير بدا المدرب يغيرها، غير الاربعه اللي تحت كريستيانو رونالدو. بس مع ذلك لقينا ان المنتخب مش قادر يعمل اي حاجه، حتى في وجود رافا سيلفا ووجود ريناتو، اللي انا استغربت ان ريناتو لحد دلوقتي لسه موجود في المنتخب مع اندريس سيلفا مع جو ماتينيو. الاربع تغييرات اهم عملوا اي حاجه ولا اي حاجه. المنتخب الالماني قرر ان هو هوريك بقى زون الديفنسيف بتلعب ازاي. لبست هدف، بس رغم كده عندي مانويل نوير وعندي خط دفاع قادر ان انا ادافع بيه. القصه كلها عزيزي قصه اراده وعزيمه، غير كده ما تقوليش ان شغل تكتيكي وشغل مدير فني، لان زي ما قلت لك القصه احيانا في الملعب بتفلت من المدير الفني، والقصه بتكون خناقه بين اللعيبه، مين اللي هينتصر ومين اللي هيخسر، الموضوع بيفرق في الملعب. انما كمديرين فنيين كتير، مش كل المديرين الفنيين هم اللي بيديروا الجيمات، اللعيبه هي اللي بتدير الجيم والمدير الفني بيكون رد فعل للجيم، وده اللي حصل النهارده مع السيد واكيم لاف. اما فرناندو سانتوس فالقصه كلها قصه فرديات في المنتخب البرتغالي، لحد دلوقتي فشل ان هو يجمعهم كفريق، والموضوع بالنسبه له صعب جدا في منتخب البرتغال، لان لسه الفريق ما تخطاش عبايه كريستيانو رونالدو لمنتخب كريستيانو رونالدو. وبكده المنتخب الالماني فرجنا على واحده من احلى واجمل الماتشات اللي في اليورو من ساعه ما بدا لحد دلوقتي. لو وصلت لحد هنا فممكن تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب، اما ما وصلتش لحد هنا فالف الف شكر لحضرتك انك فتحت الفيديو من البدايه.